وتشهد الولاية المنتدى بعنصال حركية تنموية واسعة يتصدرها قطاع الفلاحة الذي يعرف انتعاشا متزايدا ووفرة ملحوظة في الإنتاج على مساحة تزيد عن 700 هكتار من القمح الصلب و500 هكتار من الطماطم. صبرين سالم. بين أحضان الرمال الذهبية تتربع مستثمرة جلول الفلاحية ببلدية عين صالح، وفي قلب الواحة أثمرت الأرض الخصبة طماطم استهلاكية وصناعية لتتسع بذلك دائرة الإنتاج وتتنوع. أول خطرة زرعت النخيل، عطاتني منتوج الله يبارك الله يبارك، وليت جربت الطماطم، كي جربت عطاني إنتاج منتوج مليح، زدت عاودت زدت بالانتاج العام اللي بعده، زدت مساحه اكثر، عطاني انتاج كبار. عاد هذا الشيء شجعني باش نزيد ندير تقريبا قرب راه واحد نص هكتار الله يبارك، وراه شوف الخير تاع شوف خير تاع بلادنا، شوف الله يبارك تقريبا استهلاكيه 90% استهلاكيه. وهذه الصناعيه اول مره جربناها لقينا روحها تصلح الله يبارك. الطماطم سواء الموجه للاستهلاك ولا الصناعي راح يعني يتوسع من خلال الاتفاقيه اللي رانا رايحين ان شاء الله نمضوها من خلال الشراكه يعني الفلاح مع احد مسيري مصنع الطماطم للتصبير الرقان، يعني طرح بعض التسهيلات. حمادي الشاب عاصمي في مقتبل العمر استثمر منذ 3 سنوات على مساحة 100 هكتار ببلدية فجارة زوا بعين صالح، والأرض لم تبخل على خادمها. الأرض لمن يخدمها، الإنسان اللي حب يخدم يجي يخدم، ما تهموش أنا قاحلة ولا سخونة ولا باردة. هاي عند دفلة فيها درجة الحرارة 44، هنا 44، وشنو هي شويه عندهم الشتاء طيح، حنا ما عندنا الشتاء هذا ما كان. اما الاراضي الحمد لله يا ربي، الجزائر عندها افضل تراب خصب في العالم كاع الحمد لله. البارح ما كان عندنا والو، اليوم رانا بتاويلنا. يجي انسان بلاصه كيما هذه داير فيها 30 قطار زارعها خيرك يا ربي. التوجه الاقتصادي نحن في الطريق الصحيح، فقط نعمل على مرافقه المستثمرين، تشجيع المستثمرين وتوفير ما يمكن توفيره، لا سيما ان التسهيلات الاداريه موجوده. هي نماذج حية تعكس مدى إقبال الفلاحين على الاستثمار بالولاية المنتدبة لعين صالح، 33 ألف هكتار تنتظر من يزرعها.